بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية يا مس. تعرفنا بدرسنا السابق على الموارد الحيوية، درسنا اليوم اللي هو الدرس الثاني بيحكي عن الموارد الغير حيوية. إذا بدنا نتعرف مع بعض على ما هي الموارد الغير حيوية. أول إشي بدنا نعرف إيش تعريف هاي الموارد. طبعا هي أشياء غير حية توجد في الطبيعة، وإيش توجد في الطبيعة ونحتاج إليها في حياتنا، مثل إيش؟ مثل الماء والهواء والمعادن والصخور. إذن الماء والهواء والمعادن والصخور هاي هي المواد الغير حيوية. أول إشي بدنا نتعرف عليه مع بعض في الموارد الغير حيوية اللي هو الماء. إذن الماء مورد غير حيوي، وهو أساس الكائنات الحية، فهو يوجد في تركيب أجسامنا، في تركيب أجسامها، وتحتاج إليه كي إيش تنمو وتبقى حية. وإيش هو بيشكل 3/4 سطح الأرض تقريبا. طبعا عندنا يمس مثل ما حكينا يوجد الماء في الطبيعة في 3 حالات، هي إيش؟ الحالة السائلة، والحالة الصلبة، والحالة الغازية. هاي مثل عنا مثلا دورة المياه في الطبيعة. أول إشي إحنا بدنا نتعرف عليه مع بعض على دورة المياه في الطبيعة. دورة المياه في الطبيعة عنا بتتكون من عدة عمليات، عنا التبخر، عنا التكاثف، عنا الغيوم، عنا الهطول، وعنا 3 أشكال للهطل اللي هو مطر وثلج وبرد. إذا أول إشي بدنا نتعرف عليه هون يمس مع بعض اللي هو التبخر. طلعوا عنا بالصورة أمامنا في عنا اللي هو التبخر. أول إشي التبخر، التبخر تغير حالة المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية عند درجة حرارة معينة. إذا أول إشي يمكننا أن نتتبع حركة الماء في الطبيعة والعمليات اللي هي بتمر فيها عن طريق إشي إيش حكينا اسمه اللي هو دورة المياه في الطبيعة. أول إشي نتعرف عليه في دورة المياه في الطبيعة اللي هي التبخر، اللي هو بتغير حالة المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية عند درجة حرارة معينة. بعد هيك بيروحوا على التكاثف. تطلع الصورة اللي أمامنا، بعد ما يتبخر بيروح على التكاثف. التكاثف إيش بيعمل؟ بغير عنا حالة المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة عند درجة حرارة معينة. بيروحوا بعدين وين؟ على الغيوم. الغيوم إيش بيصير فيها؟ تجمع مرئي لجزيئات دقيقة من الماء أو الجليد أو كليهما مع بعض، معا تتحرك بفعل إيش يمس هاي الغيوم؟ بفعل الرياح. بيروح عنا على شكل هو الهطل، لما يهطل عنا إيش بصير؟ بتزول الماء المتكاثف، تزول عنا هاي الماء المتكاثف على شكل إيش؟ مطر أو ثلج أو برد، بنزل على شكل هطل. إذا إيش هم أشكال الهطل؟ ثلج، مطر، برد. إذا برد أو ثلج أو مطر بنزل عنا أو بسقط من أشكال اللي هو الهطل. فإذا يمس إحنا بعد الهطل إيش بيصير عنا؟ بنشوف بعد ما يصير عنا هطل إيش بيصير إحنا عنا؟ بيصير عنا اللي هو مياه سطحية أو مياه جوفية. المياه السطحية ماء على ماء على سطح الأرض بتدفق بفعل عملية الجريان السطحي في قنوات تصريف كالأنهار، كالجداول إلى المحيطات والبحار. طبعا ماء البحر وماء المحيط غير صالحة للشرب ولا للزراعة. ليش يمس مو صالحة للشرب ولا للزراعة؟ لأنها بتحتوي على كميات كبيرة من اللي هو الأملاح. مياه الأنهار عنا مس بعدين عنا مياه الأنهار والبحيرات بتصلح للشرب والزراعة لأنها إيش؟ عذبة. فإذا لأنها عذبة بتحتوي على كميات قليلة من إيش؟ من الأملاح. بنروح بعدين للمياه الجوفية. المياه الجوفية ماء يتسرب إلى باطن الأرض عبر إيش؟ طبقات التربة والشقوق في الصخور. بعديها يمس بننتقل إلى أين توجد المياه. حكينا عنها إنها بتوجد المياه هي بغطي الماء عندنا اللي هو 3/4 سطح الأرض. إذا تقريبا يجمع على سطح الأرض في البحار والمحيطات والأنهار اللي عشان إيش تكون عندنا في المياه السطحية اللي إحنا هلا حكينا عنها. وإيش بتسرب جزء من الماء عبر طبقات التربة والشقوق في الصخور إلى باطن الأرض عشان يتكون عندنا في اللي هو المياه الجوفية اللي إحنا ذكرناها قبل شوي. حكينا انها بتختلف عنا مياه المسطحات المائية في مكوناتها بتحتوي على ماء البحر وماء المحيط على كميات كبيرة من الأملاح، فهو غير صالح للشرب أو الزراعة. أما عنا مياه حكينا الأنهار والبحيرات بتكون عذبة لأنها بتحتوي على كميات قليلة من الأملاح، لذا فهي بتكون صالحة للشرب والزراعة. وإيش يغطى اللي هو القارات المتجمدة الجنوبية في القطب الجنوبي غطاء جليدي ضخم من الماء العذب.
ثاني إشي رح نحكي عنه اللي هو المعادن أو المعدن. ما هو المعدن؟ مادة صلبة توجد في شكل طبيعي في الصخور، أصلها ليس من الكائنات الحية، وإيش بتعمل؟ بتغطي الصخور أو بتعطي الصخور لمعان. إذن مورد طبيعي غير حي يوجد بصورة مادة صلبة في الصخور وبتعطي إيش؟ بتعطي المعادن الصخور اللي هو لمعان. بحكي لنا أنا بتنتشر الكثير من المعادن في الطبيعة مثل الذهب والجبس والكوارترز، وهون بحكي لنا أنه هاي بتنتشر واللي هو الجرافيت وغيرها بتستخدم بكثير في حياتنا اليومية. طبعا استخدامات بعض المعادن عندنا، بيستخدم معدن الذهب في صناعة ايش هي اول شيء معدن الذهب في صناعة اللي هو الحلي والمجوهرات، مثل مثلا لما نحكي خاتم ذهب، سوارة ذهب. عندنا معدن الجبس بايش بنستخدمه؟ في صناعة الإسمنت والديكورات ومواد البناء. وعندنا معدن اللي هو الكوارتز بيستخدم فيه العديد من اللي هو من الزجاج والسيراميك. يستخدم معدن الجرافيت لصناعة إيش؟ الكهربائية والبطارية وأقلام اللي هو الرصاص. بحكي لنا هون إنه عنا استخدمت قديما صخور السوان لصنع اللي هو الرماح والسكاكين، كما استخدمت اللي هو الصخور وما زالت تستخدم في تشييد المباني والطرقات مثل البازلت والجرافيت والحجر الجيري والحجر الرملي. إذا الصخور، ما هي الصخور؟ ما هو تعريف الصخور؟ الصخور هي مادة طبيعية صلبة تكونت بطرائق مختلفة، تحتوي على نوع واحد من المعادن أو أكثر من نوع، كما إنها قد تحتوي على مواد أصلها من كائنات حية. مش مثل المعدن ما بيعتمد ما بيكون من مادة فيها كائنات حية، هاي بتكون تكون من مادة فيها كائنات حية. تعد الصخور الوحدة البنائية الرئيسية لمكونات القشرة الأرضية. إذا الصخر قد يتكون من معدن واحد مثل الحجر الجيري الذي يتكون من اللي هو بتكون عندنا حكينا من اللي هو الكالسيت أو مجموعة من المعادن، مثل صخر اللي هو الجرانيت الذي يتكون من معدن الفلسبار واللي هو الكوارتز والبوتيت. استخدمت طبعا بعض الصخور من استخدامات بعض الصخور استخدمت قديما لصنع الرماح والسكاكين اللي هو حكينا صخور الصوان، واستخدمت الصخور وما زالت تستخدم في تشييد المباني والطرقات اللي هو البازلت والجرانيت والحجر الجيري والحجر الرملي واللي هو الرخام. رح ننتقل هلا مع بعض يمس ونحل أسئلة مراجعة الدرس اللي هي موجودة عندنا بصفحة 92. أول سؤال بيحكي لنا أقارن بين المعادن والصخور يمس، هاي بدي أخلي لكم إياه واجب. أضع المفهوم المناسب في الفراغ. حركة الماء في الطبيعة والعمليات التي يمر بها هي دورة المياه في الطبيعة. الأشياء غير الحية التي توجد في الطبيعة ونحتاج إليها في حياتنا مثل الماء والهواء والصخور والمعادن هي موارد غير حيوية. سؤال رقم 3، ماذا أتوقع أن يحدث إذا انعدمت تكاثف بخار الماء في الطبيعة؟ أوضح إجابتي. طبعا عجز في نسبة المياه لأنها تتبخر ولا تعود، ونقصان مستوى البحار والمحيطات. أي الآتية يعد صخرا وأيهما يعد معدن؟ عندنا الجرانيت طبعا من الصخور، الذهب من المعادن، والرخام من الصخور، والكوارتز من المعادن. أفسر، لماذا تسمى اللي هي البتراء المدينة الوردية؟ طبعا نسبة إلى لون الصخور التي تشكلت منها. سؤال رقم 6، رح أتركه كمان واجب. سؤال رقم 7، أين تذهب مياه الأمطار بعد سقوطها على سطح الأرض؟ طبعا وين تذهب؟ بعضها يتسرب إلى باطن الأرض ويشكل مياه الجوفية، وبعضها يبقى على سطح الأرض وإيش بشكل عندنا اللي هو المياه السطحية. رح ننتقل هلأ مع بعض ونحل اللي هو مراجعة الوحدة. أول سؤال بحكي لنا أضع المفهوم المناسب في الفراغ. بحكي لنا يغطي القارة المتجمدة الجنوبية في القطب الجنوبي غطاء جليدي ضخم من المياه أو الماء اللي هو المياه العذبة. الأشياء غير الحية التي نحتاج إليها في حياتنا تسمى بالموارد غير الحيوية. أفسر، التغير الذي حدث في البيئات الظاهرة في الصورتين الآتيتين، عندنا ألف أو واحد واثنين. طبعا إيش هو؟ تغير مناخ هذه المناطق بسبب زيادة درجة الحرارة عن المعتاد، ويرجع ذلك للغازات التي تنبعث عند حرق الوقود الأحفوري. أكمل المخطط الآتي. طبعا هذا السؤال رح أتركه واجب.
رقم 4، السبب والنتيجة، ماذا يحدث لقطرات الماء في الغيوم عندما يزداد حجمها ووزنها؟ إيش بيحدث عنا؟ يحدث هطل. سؤال رقم 5، أعبر عما أشاهد في الصورة. إيش بنشاهد في الصورة؟ طبعا الماء والهواء اللي هو عنا طاقة غير حيوية، وعنا النباتات والحيوانات من الطاقة الحيوية. سؤال رقم 6 بيحكي لك استخدم الكلمات الآتية لأكمل اللي هو مخططي التابعي الذي يبين نتائج حرق الوقود الأحفوري. طبعا عندنا حاطين خيارات: حرق الوقود الأحفوري، تغير المناخ وتلوث الماء، غازات ضارة. أول إشي طبعا حرق الوقود الأحفوري، بعدين غازات ضارة، بعدين اللي هو تغير المناخ وتلوث المياه، اللي هو تغير المناخ وتلوث الهواء. ننتقل إلى السؤال رقم 7، بيحكي لنا السؤال رقم 7 لماذا لا يعد القطن والقطع النقدية معدنًا؟ طبعًا ليش؟ لاحتوائهم على مواد عضوية. تاني فرع، ما سبب تغير الأحوال الجوية في كثير من مناطق العالم؟ طبعًا حرق الوقود الأحفوري الذي يؤدي انبعاث غازات. اختر رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي. إحدى الآتي يعد اللي هو عنا معدنًا طبعًا الكوارتز. يغطي الماء عنا ربع، تلت، نص. ايش عنا الجواب؟ طبعا الجواب اللي هو 3/4 اللي هو جيم. عملية التكاثف في دورة الماء في الطبيعة هي جيم، غاز يتحول الى سائل. في الشكل المجاور في اي المواقع تحدث عملية التبخر؟ في ايش اي موقع بتحدث عنا عملية التبخر؟ طبعا في اللي هو ألف. أول إشي أو واحد، أول إشي بصير عنا حكينا في الصورة اللي أمامنا، بصير عنا أول إشي اللي هو بصير عنا التبخر. بعد التبخر بصير عنا إيش يا ميس؟ بصير عنا تكاثف. بعد التكاثف بصير عنا اللي هو الهطل. طبعا هيك يا ميس إحنا بنكون شرحنا درسنا الأخير في هذه المادة للفصل الثاني، وحلينا أسئلة اللي هو عنا أسئلة مراجعة الدرس، وكمان حلينا مراجعة الوحدة. طبعا هيك مس إحنا بنكون نهينا فصلنا على خير. إن شاء الله إنكم تكونوا استفدتوا من شرح درسنا لليوم، وتكونوا استفدتوا منه، وتكون إن شاء الله إنه هذا الفصل خير عليكم. إن شاء الله إنه بنشوفكم بالمدرسة بالفصل الجديد إن شاء الله، وإحنا كلنا بخير وسلامة، ويعطيكم ألف عافية يا مس.